sevdanın tadını almışız. Şimdi olayca yanıyor aşka isyan. أقسم بالله العلي العظيم سأنسحب من هذا اليوتيوب. ابقوا تولينا بحال سرجل ولو بحالنا. تخلعت عليا انا، داروا له هكاك ضد فيا انا. المحافظون على فروجهم لهم اجرا عظيما. كي درتو لاباس عليكم؟ راني في السوق، لا سمعتوا شي صداع سمحوا لنا. كنحافظ على الفرج ديالي حتى يفرجها عليا ربي. السلام عليكم الخوت، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. اول حاجه اللي نطلب منكم طلعوا هذا الفيديو كاملين بيكم بصيمات، واللي ماشي مشترك يشترك عندي، شجعوني باش نوصل الكلمه ديالي ونوصل هادشي الرساله اللي بغيت انا نبلغها. انا الوحيده المنتقده اللي لا ننتقد بهذه الطريقه هذه، ولا نوصل ما لا نزيد مع حتى واحد، لا نوصل شنو كاين، لا نوصل. وانتوما انتوما اللي باش تعاونوني باش نوصل. اشتركوا والبارطاج، بارطاجيو في اي بلاصه. انا ما فهمتش دا البشر دا الوقت كيف وصلت به الدرجة لا يبيع الكرامة ديالو والعرض ديالو والشرف ديالو، ولا يشجع على عقوق الوالدين، ودا شي كلو من اجل الادسنس، الكذوب واختراع والقصص، وكل شي لدخلوه ببعضه من اجل الفلوس، كل شي رجع من اجل الفلوس. شنو دا شي ورجعنا نعيشو في حياتنا؟ شنو دا شي؟ لا للفساد الاخلاقي، لا 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 لا، حنا الا نغوتو ولا نقولو دا الشيء اللهم هذا منكر، لا لا شنو دا الشوها. والباب ديال المحكمه يا عباد الله كيف كانت؟ كلشي تقول انظر شكون في عنده المحاكمه، انظر شكون. الحافظ الله يدينا في الضو. اتفرجوا اخوتي الفيديو، اتفرجوا اتفرجوا. انا اليوم غادي نسحب من اليوتيوب بشام. ماما خلعني، واش تبصح الزروالي انسحب من اليوتيوب؟ لا 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 ما يمكنش، ما يمكنش. ما تخدموش العاطفه في هذا القرار اللي غادي نديرو انا، ولا تقولي لا. يوسف انا عاجز الشيطان. يوسف علاش يوسف شي قولك؟ علاش ولدي يوسف؟ لا انا ما بغيت حتى شي واحد يقول لي ولدي ولا شي حاجه، بغيت تكونوا حقانيين. نصاب شفار خصو يمشي للحبس او متاجر في البشر، خصنا نتعاونوا معاه باش نحميوه من العصابه. كمل كمل. اقسم بالله العلي العظيم سانسحب. اسكت الملعوق، ما تحلفش، اسكت عندك تندم. من هذا اليوتيوب اخر فيديو ليا. خليك الله يجعلنا غابه والناس حطابه، ما عامل والو، ما تخشي. ما خلو ما قالوا على يوسف الزروالي خائن الوطن، ولا غادي نسبك ولا غادي نعتك، غادي نسمع الناس ولا غادي نوقف. ما فهمتش والله، ما فهمتش. اسمع خصك تعرف الزروالي، الناس اللي ما عارفينوش. اسمع الزروالي ما عامل والو، ما تخافش، اللي ما كيكون عامل والو ما لاش يخاف. علاش باش تنسحب من اليوتيوب اذا نغلبوك؟ اذا نغلبوك ما خصكش تنسحب، خصك تدافع على راسك وتبين الحق. عاد شنو فيها؟ مرحبا. فيها الاتجار والبشر. مرحبا. واعدي انا تجاره بالبشر. شنو هذا الشيء؟ كيفاش التجاره بالبشر؟ ما فهمتش، ما فهمتش، اشرح مزيان. هذه رساله حتى السلطات، حتى النيابه العامه، حتى القضاء، حتى كل المخابرات، كل شيء. لا يقوها بعض الناس، لا يدبروا الراجل للمراه وتعطيهم الفلوس، ولا يدبروا المراه للراجل وتعطيهم الفلوس. ايه لا نعرفها، الزواج من اجل المصلحه باش يعدلوا الوريقات. ايه لا نعرف، عندنا موجوده حنايا هنا في الشمال. كونوا محايدين. سمع تيحلف بالله اذا شي لك خاينه بديك خايتي ب 10 مليون وما عطيتيش 10 مليون. اذا انت السريعه كنتي تقولي هاد البنت تنخاف عليها وتحميها، اذا الزروالي ماشي قلتي ساليتي من اليوتيوب؟ ولا نشوفك باقي العفريت معانا. يا وليدي ما تخيتشي بينا يا الملعوق. كيفاش خليتيها تمشي مع واحد الاوتيل ويجلسوا في نفس الفندق؟ اهدر السريعه، اهدر، جاوب جاوب.
اذا صيفتي باه للحبس، خاصمتي مع ما باش تهجري في الاطفال، جيي تدمري الاسره وجيي تنتقمي من المغربيات. الرابح من الوالدين والخسر من الوالدين، من السريعة اليسرى، يسرى الحبيبة أتهلفوا هناك. ها واحد النصيحة من عند الجبلية. واحد أمي نعيمة مع فيهين، توحشتك أمي نعيمة، أظهر أظهر. كي درت لاباس عليكم، راني في السوق لا سمعتو شي صداع في الحلة، غادي ندي شي صخيرة لشي ناس، أنا غير مرسولة، بقاو معايا الله يخليكم ليا. لا انا لا نفتش عليك امي نعيمه، لا نقول فين مشات، كاهي مريضه كشنو فيها، لا تتاخر للناس. هيدا امي نعيمه، ويلا كانت اللحمه ديالك واخا تكون، واخا تكون امي نعيمه، ما تقولش باش نشري، تقدر تكون ديالك ياك، قالت تكون ديالك ديك اللحم. ما جاتش تقول لا تطلب الفلوس وانت لا تشري اللحم، لا يمكن، يعني اللي لا يكون خصو الفلوس ما لاش يشري اللحم، تسخرتي للناس. ايه حاشاكم باش ندوزو لطريكول، حاشاكم. شوفوا نقول لكم واحد الكلمه، حنا راه حتى شي واحد ما احسن من شي. اياه حنا سواسيه كاسنان المشط، لا فرق بين عجمي ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى. شي واحد انا تنقولها لكم، قال لك لالا هذاك المهرجان اللي مشات ليه لحسين الصي، قال لك لالا ناضو هذوك الفنانات سمعت الفنانات تتصنعوا لنا الصواريخ. انا قلت لكم نتوما راه تصنعوا لنا الصواريخ، راه اللي بان في التلفازه المغربيه راه شي حاجه. ناضو ناضو راه اخر يومكم تتخرجوا في شوف تيفي، ما عندكم ما تاكلوا ما تشربوا. مالو عاود المهرجان شنو فيه؟ هي ما عاو رجعوا للمهرجان. او كنتو عهد العبوديه وبونغي دي قم قن قن قي فا اش عاود هاد بونغي دي قد قد قدي فهمتاش؟ ما بقيناش في عهد العبوديه حبيبتي، ما بقيناش مزي ونوضي تخرزي والى اخره، ما بقيناش في داك العهد، كلنا فحال فحال. علاش اختي بالسلامه فويخ كنا حنا في العبوديه؟ عمرنا ما كنا في العبوديه حنا. ايما ايما وبقوة ولينا بحال بحال ترجل ولو بحالنا. وهادي عجبتيني فيها، الرجال ولو بحالنا. ايه البصيمة على الهضرة، ولكن ماشي كله باش ما ينفقعوش مننا، كاينين رجعوا بحال النساء ولا يديو يجيبوا في الهضرة. رأى الكواليس ها؟ ايوا سكتي يا ساري، كل عندك تنوضي تحكي. سكتي سكتي سكتي، يعني اللي تنبغي نقول لكم حنا في السوشيال ميديا كندافع منك، وانا احسن من هذا وانا احسن من هذاك، حنا تنحاربوا هادشي. دابا هنايا عند هجوم للفنانات المغربيات، شو ما تهاجم الفنانات مرضاتشي، حيتاش زعما هي مؤثره وهما فنانين، هي مؤثره لتاثر لتاثر بالكلام الساقط. يا يمه يا يمه حول الله. قاري راه مخير فيكم قاري تيطلع لهنا لاوروبا تيمشي يغسل الممان. ساري كول افتح مخك معايا، اخر قاري يمشي يغسل القشوع؟ لا لا تكذب، حنا المغرب تبدل، المغرب راه رجع واحد اخر. باز حشم حشم ما طيحش ببلادك. وكي درتيهم بخدويات ديال الكاليتي شي حاجه زوينه، فاس نورمال غيعطيك الريزولتا. شوف وجهي تخيل معايا دابا هاد الوجه الزوين غيمشي ينعس بالعربيه، لا توري لنا ديك الشايف ديالها كيف نومه، لا يخلعوا انا كنت راجل والله ما نشوف فيك. حسيت الدم والامن امنتو، حسيت ربي نبقى فيه يحزبني. نبقى فيه يقول مسكينه شو البراءه شو. شوفوا ربي يقدر يسمح ليا على كاع الذنوب ديالي، على قبل جوج الحوايج، على قبل تربيتي لبنتي وانني ما فرطتش فيها، والحاجه الثانيه على راسي، كنحافظ على راسي تنبغي راسي. اختي انا والله عندي الامل في هذيك الكلمه الشيء اللي عطى الله، تفرجوا وسمعوا انهم يحافظون على فروجهن لهم اجرا عظيما.
تحتاج في واحد المواقف صعيبه وحسيت بلي ربي تمسحني. والله والله ما ضعفيت ما ضعفيتش، بقيت محافظه على ولهم اجرا عظيمة. من نهار ديال اليوم ما بقى ندي عليك، انت مخلخله الفرج ديالي. كنحافظ على الفرج ديالي حتى يفرجها عليا ربي. تحافظ عليه بزاف، تحافظ عليه. سير بحالك، سير سير سير، عندي نقي فيك شي مصيبة. امشي ندوزو اليسرى وسمعو مزيان. ما تنخليه بحال هكا، فهمت انا هاد الام باغا تغرق هاد الراجل علاش؟ هنايا يسرى عاملة اللايف وهضر هيداك، هي مشات زعما تنغزو وهما متفقين على كلشي باش يهضروا في الطاكسي. ما قدهاش هادشي كله، ما سمقناش ماما داير اللايف. اوكي الخطة مدروسة باش يهضروا في التاكسي. انا عيقت بيهم زعما كيف زعما مشات زعما تثقيلو هيدا سكوت سكوت، هما نطقوا لك في الهضرات. صمتوا على السريعة، واخا دايره اللايف ديري اللايف. المهم باش تحضر راه كنقول علاش هاد الام باغا تغلق هاد الراجل، هو راه هو غارق بركة. الله يدينا في الضو يا ربي. حنا في الدنيا، حنا في الاول قلنا واقيلا راه جابت المحامية بغات تساندو، بقى فيها الحال قال تكون ما عرف شنو بنادم كاع راه خصنا نوقفوا معاه. قضية اش من قضية طرف فيها؟ عندك شي حاجة مع سيري ديري شي قضية أخرى مستقلة في المدني. واه راه زعما القانون باين، قرينا القانون وعارفينو. مولي التاكسي اش دخلو؟ هذه ما بغاتش تنفهم لي، اش دخل مول التاكسي؟ شغلك شي سير تما طاولية والغيرة وهداك، ولكن بنتي على حقيقتك. انا لو كان كنت في بلاصتك وكانت عندي معاه المشاكل الا هاد اللحظة، عرفتي ما معنى هكا المينوط صافي لحظة حتى يخرج ولا حتى يتحكم، وديك الساعة بيني وبينه ديك الساعة انا نغرغليه على غفلة وجيبي باش تزيدي راسك في المدني وانتي ماشي طرف مدني. انتي الاخ الزروالي قال انتي جيتي تنتقم دا العائلة، لا تنتقم، لا تكره المغاربة، لا تكره، جيتي تنتقم. هيدا قال الزروالي، والله اعلم ماشي انا الزروالي قاله. دخلي كتقولي له انا راجلي منتقل، كيقول لك لا لا برا طردك شر طرد، غير انت ما عندكش النفس. كمرتك كحله افعالك، علاش وعندك معاه خليتي جايه تغرقيه؟ ما فكرتيش في امين، ما فكرتيش في ادم، ما فكرتيش في فاطمه الزرافه، بكل جرأة تغرقيه. تغلبت عليا انا، داروا له هكاك ضد فيا انا. وهزوا له الفيديو اللي انا دافع فيها، قالهم لبنى تما بالمرصاد. والله لا غرقتي، واخا نعرف ندير عليه 20 محامي، نبيع اللي قدامي واللي ورايا. تقيد الحب موجود هيدا، يما يما يحبوا بعضهم، يما لا حب عندكم. انا نبقى نتفرج حتى لا يجيني النعس، حتى لا نبقى انا جالسه وانا راسي لا يبدا يطيح هيدا 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 ويهود، عاود نطلعو عاود لا يبدا يهود لي راسي. المهم قوا البصيمه واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي. طلعوا لي دا الفيديو، طلعوه، احنايا ضد الشهاده ضد الفساد وضد دا المصيبه الكحله اللي نايضه في اليوتيوب. لا تعصبني ولا تحمقني. المهم نخليكم مع الوقفه الاحتجاجيه، وقفه الاحتجاجيه اللي ما عرف خرجت لي شي علاش نعرف نهضر اقوام حتى انا مجبل. المهم خليكم مع هذا الشيء اللي كان واقع في الباب ديال المحكمه. انا لاني الجوع بزاف، علاش نصبر للجوع؟ يجيني الجوع لان كل واخا يكون قدامي لي كان هذه رسالة من عندنا دا حسي لديك الناس اللي يصيفطوا الرسائل للرجل دياله. بغيت نقول للناس اللي سمعوني غادي نتفارق مع راجل مثلا دخل، ماشي الناس اللي كيبغيو كيقولوا له شوف المشاكل اللي وقعوا لك بسببها وتشوهتي بسببها وتفارق معاه وهذا وهذا. هذا ما عمره غيتفارق معايا، تفارقوا الانستغرام ديالو راه عندي، راه فاش كدوك تصاور كتقولوا له لا شوهاتي كنت زوين وما عندك ما دير لا والو، ما خصهمش يشجعوا على داك الشيء.
لا قال لك شحال من زباله رجعوا الجامع واحد بحال هذيك. راه انا اللي كنقرا الميساجات راه ماشي هو. ها واحد الخبيره جديد هذا حسي مشات تتبرع مشات تتارى هي وروميو دياله. ايه ولا تقل اشهارات المسارية وديك الشي اللي لا تعيش فيه كله فابور. لا تقيل مع الاشاره ولا تعيش فابور. ركبت لك في ها الله شوفوا شوفوا عيد ميلاد لاي مناسبه ديالكم مرحبا بكم معنا. تقدر تفتي عليهم الرقم ديال التليفون ديال 43 42 المغرب ديالنا تبارك الله شحال هنايا. فكرتني في غوادالوبي والفريدو ملي كان لا يدافز معاها ولا يجي يتصالح معاها يرغبع لا يجي تحت السرجب ويجيب ديك المجموعه ديالو لا يغنيو. هيداك فكروني المهم اخوتي دابا سال الفيديو غادي نهضر معكم بالهضره ديالي العاديه يعني ماشي بديك الطريقه اللي كنستعمل. كنبغي نوصل الرساله ديالي بواحد الطريقه اللي زعما يعني تقبلوها الناس ويسمعوني ويعجبوا المحتوى ويتبعوني يعني حيتاش اخوتي ما جبرت شي حل. كنت كنعمل فلوغات كنعمل خرجات كنعمل طبخ داكشي حتى واحد ما كيدخل يتفرج فيا حتى واحد ما دخل يشجعني يعني ما جبرت شي حل انني ندخل الانتقاد وننتقد بهالطريقه هذه يعني اللي خفيفه على قلبكم يعني كنحاول انني نفوج عليكم وضد انا هاد الشيء هذا اللي عاملين هاد الناس هادو. انا ماشي معاهم ومبريه منهم وحنا كنبغيو بلادنا وكنبغيو الوطن ديالنا وكنتمنوا بلادنا تزيد القدام ومع هاد الناس هادو ما غاديش تزيد القدام. فلهذا لازم نعملوا اليد في اليد مع بعضياتنا كاملين. طلعوا اخوتي هاد الفيديو طلعوه عملوا اللايك اشتركوا عندي في القناه باش يوصل كلامي. وغادي نبقى دائما ضدهم دائما يعني هيدا فيديوهات حتى ان شاء الله يعني نحاولوا نغيروا شي حاجه ولا بقينا كنشجعوهم وكيعجبينا وداكشي راه ما كاين والو. خصنا هاد الناس هادو يتبدلوا يعني يتبدل هادشي هذا اللي كيعملوا منبي. علاش كتشوهوا علاش كتبينوا هادشي في مواقع التواصل يعني كتشوهوا بالبلاد. انا عندي كتشوهوا بالبلاد. المهم تحياتي لكم السلام عليكم.